مطولة مع متابعي حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. أعربت من خلالها عن مدى عشقها له وافتخارها بالشخص الذي هو عليه. وكتبت زوجة سعد المجرد: السبب الوحيد الذي يجعلني أسمي نفسي قوية اليوم هو أنني لدي رجل مثلك، أن تحبني وتعتني بي كان اختيار قضاء بقية حياتي معك، هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق، أنت سعادتي دائما، مكاني السعيد دائما وأبدا، وكتفي الذي أتكئ عليه كل شيء لدي. وأضافت: اليوم هو يوم المرأة، لذا أود أن أتوقف لحظة لأشكر الرجل الذي يجعلني أشعر بالحب والحماية والاعتزاز والاحترام والتقدير والأسعد منهم جميعا. وتابعت قائلة: شكرا لك على إعطاء جنة على الأرض، شكرا لكونك نعمة في حياتي وفي حبك ما يستحق القتال لأجله. وتفاعل مع هذا المنشور كل من متابعيها ومجموعة من الفنانين والإعلاميين، على رأسهم الفنان رشيد الوالي والإعلامي رشيد الإدريسي وآخرون. وكانت هذه أول تدوينة لزوجة سعد المجرد بعد حبسه والحكم عليه بست سنوات نافذة. تابعوا التفاصيل على قناة هاني أم يحيى. إلى اللقاء.